يواجه المنتخب العراق المنتخب السعودي في الجوله الثالثه من بطوله كاس اسيا الاقل من 23 سنه لكي تشاهد المباراه مع فضل الضرب بالسراب في القناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى المباراة ملعب خليفه انترناسيونال ستاديوم بريان في الساعه السادسه والنصف بتوقيت العراق والسعوديه وقطر والامارات والساعه الخامسه والنصف بتوقيت القاهره والساعه الرابعه والنصف بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس وسوف تنقل المباراه عبر قناة اس اس سبورت واحدة واحد وقناة بين سبورت اي سي واحد الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المواجهة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية تصل الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب بكم موعد في موعد قادم